بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله عايزين نعرف أين يكون اتجاهي بالنسبة للكعبة أثناء الصلاة، أيا كان بلدي في مصر، أمريكا، أوروبا، أيا كان أنا مكان فين، بلد أجنبي أو بلد عربي، في السعودية، في أي مكان، هل أنظر إلى الحجر الأسود أم الركن اليماني أم الحجر؟ عشان كده هنعرفكم إزاي تقدروا تعرفوا الكلام ده، بحيث وأنت في بيتك تقدر تتخيل بالظبط أنت بص على إيه بالنسبة للكعبة أثناء الصلاة، مهما كان مكانك إن شاء الله. أول شيء هنضغط على ماي كمبيوتر، هكون أنا محمل البرنامج، هضغط على داونلود بروجرام، هشوف أنا محمل البرنامج فين، اللي هو جوجل إيرث أو جوجل إيرث برو، يفضل جوجل إيرث برو لأنه بيعرض لي الأشياء ثلاثية الأبعاد والأماكن كلها ثلاثية الأبعاد. هروح دلوقتي أضغط على جوجل إيرث برو، البرنامج هيفتح زي ما احنا شايفين الشاشة اللي موجودة قصادنا دلوقتي. هبتدي أبحث عن الكعبة بحيث اشوفها انها تظهر لي دلوقتي، وكمان هخليها تظهر ثلاثية الابعاد. هنكتب الكعبة في البحث، هبتدي اضغط على بحث، هتبتدي تظهر لي او زي ما احنا شايفين دلوقتي اهوت، ادي الحرم المكي ظهر قدامي اول حاجة، واديني بشاور على الكعبة زي ما انتم شايفين ظهر ثلاثية الابعاد. هنكبر الصورة شوية، كده الصورة اوضح اكتر اهيت. واللي انا بشاور عليه دلوقتي ده مقام ابراهيم، دلوقتي هنتك على المسطرة اللي هي اداة قياس المسافة زي ما احنا شايفين في الشريط الادوات. بعد كده عملنا نقطة زرقاء اللي هي في نص الكعبة، هنخليها على الحرف بالظبط. بعد كده هنروح نتك نصغر الشاشة عشان نمشي في اتجاه المدينة المنورة، اللي هي ماشي في اتجاه المدينة رايحة على المسجد النبوي. بعد ما نشوف موقع الكعبة بالنسبة للمسجد النبوي وخصوصا من الروضة الشريفة، هبتدي نعمل نفس الكلام ده بالظبط في اتجاه الموقع اللي انت قاعد فيه، ايا كان بقى بلدي فين بالظبط، المدينة المنورة. او كبر الشاشة بالظبط عشان نشوف احنا واقفين في مكان بالظبط في المدينة المنورة دلوقتي. هنكبر شوية، نتحرك في اتجاه المسجد النبوي. كده احنا بالظبط واقفين في الروضة الشريفة عند قبر النبي، هي النقطة الخضراء اللي قدامنا، هنكبرها اهوت، اسف هنصغر عشان نتحرك في اتجاه الموقع اللي انا قاعد فيه زي ما احنا قلنا، ايا كان انا ساكن في ايه بالظبط اهوت. كده انا حطيت النقطة الزرقاء اللي انتوا شايفينها فوق ديت، هي الموقع بتاعي، كبرت اهوت. طبعا احنا في مصر دلوقتي، هبتدي اصغر الشاشة، دي كده زي ما انتم شايفين قدامنا النقطة الحمراء الاولانية في مكة والتانية في المدينة والنقطة الزرقاء في الموقع اللي انا قاعد فيه. كده خط تاني في اتجاه الكعبة، هبتدي اكبر الخط اهوت لحد ما اوصل للكعبة نفسها. عشان اكون ادق لازم اكبر شوية، معلش احنا هنطول عليكم شويه، لكن بس عشان ايه نقدر نفهم كويس قوي ازاي نقدر نحدد اتجاهنا بالظبط اهوت. ادي الحرم المكي، كده اتحركت في اتجاه الكعبه برضو، شدت الخط تاني العلامه الزرقاء، حطيتها على النقطه الحمراء بالظبط. هكبر عشان اقدر اميز بالظبط انا واقف فين. طبعا من الواضح دلوقتي ان انا باصص في نص الحجر بالظبط زي ما انتوا شايفين قدامكم دلوقتي اهيت. كل ما كبرت بانت اكتر كمان. ادي الكعبة ثلاثية الابعاد، وادي الصورة الثنائية. ادي النقطة الزرقاء اللي احنا كنا محددينها في الاول خالص، كده صغر الشاشة عشان اقدر اميز اتجاهي بالنسبة للكعبة واتجاه برضو الناس اللي في المدينة المنورة بالنسبة للكعبة. المثلث قدامي موضح كل شيء اهوت. هبتدي
ابتدي احط علامة موضوعية عشان احدد اسم كل مكان انا وقفت عنده. ده الموقع اللي انا موجود فيه دلوقتي، وليكن مثلا هكتب اسمي فيه بلال رضوان. بلال رضوان نساج، التكة موافق، ظهرت قدامي فوت مهندس بلال، ظهر الشكل وروح عند المدينة المنورة أو الحرم النبوي. كده أحط علامة موضوعية برضو، كده أكتب الروضة الشريفة بالمسجد النبوي. بعد كده اضغط اوكي، هبتدي اتحرك في اتجاه الحرم المكي. اجي برضو عند الكعبة واكتب، احط علامة موضوعية، معلش بكبر عشان يبقى ادق، الكعبة الشريفة. بالحرم المكي موافق. احط كمان علامة موضوعية اوضح فيها الاتجاه اللي جاي من المدينة، وعلامة تانية اوضح فيها الاتجاه اللي جاي من موقعي، الاتجاه من المسجد النبوي اللي احنا حطناه دلوقتي موافق. نجيب برضو كمان علامة موضوعية، الاتجاه من موقعي، مصر مهندس بلال. كده الصورة واضحة خالص، فين الروضة الشريفة، فين المسجد النبوي، فين الحرم المكي، فين الموقع اللي انا فيه. زي ما انتم شايفين كده في الصورة قدامنا دلوقتي، الاتجاه اللي هو جاي من مصر باصص في نص الحجر اللي هو حجر اسماعيل، اما الاتجاه اللي هو جاي من المدينة المنورة باصص في اول حجر من جهة الحجر الاسود زي ما الصورة موضحة قدامنا دلوقتي. طبعا ده الشكل الثلاثي زي ما احنا قلنا من شوية، ثلاثي الابعاد. وبكده احنا ان شاء الله انتهينا من حلقة النهاردة، وضحنا فيها كل شيء احنا عايزينه اتجاهنا بالنسبة للكعبة، وبالتالي نقدر نتخيل احنا اثناء الصلاة باصين فين بالظبط. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وتشرفونا ان شاء الله بعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان نقدر نتواصل معاكم في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.